تنبيه مهم. ملي بديت الإعداد لهذه الحلقة وشفت مجموعة من الصور المؤلمة على قصف مدينة الدار البيضاء من طرف فرنسا، تأكدت أشنو هي الهمجية ديال المستعمر الفرنسي، وكيفاش دخل المغرب بالقتل، وكيفاش زرع الخوف في المغاربة. في هذه الحلقة كاينة صور صادمة على التخريب والدمار والمجازر اللي دارها المستعمر الفرنسي وهو كيقصف الدار البيضاء بلا شفقة بلا رحمة، وما ميش لا بين الطفل ولا بين المرأة ولا بين الشيخ الكبير ولا حتى الحيوانات، حتى هي نالت حقها من الهمجية ديال فرنسا. منذ السابع من غشت 1907 ما بقاتش الدار البيضاء مسكونة إلا بالموتى. بهذا العبارة وصف القبطان الفرنسي غراسي في كتابه اختراق الشاوية احتلال الدار البيضاء، من حيث كان مشارك في إنزال القوات الاستعمارية الفرنسية بميناء أنفا بعد القصف العنيف للبوارج الحربية للمدينة وأهلها السالمين طيلة 5 أيام بلياليها بلا انقطاع، ناشرين الخراب والموت في كل بلاصة. هذا المشهد الأول اللي عاشته الدار البيضاء بفصول من الدم طيلة الوجود الاستعماري الفرنسي بالمدينة، واللي عاد مشهد التدمير فيه إلى أذهان المغاربة البيضاويين ذكريات مماثلة تعود إلى منتصف القرن 15 وبالضبط في عام 1468، من البرتغاليون قصفوا مدينة أنفا وما غادي يسلم من هذا القصف ديالهم إلا منازل قليلة أهمها كازابلانكا أي الدار البيضاء بتعبيرهم، واللي سماها البرتغاليون بهذا الاسم من اللي رجعوا للمنطقة في عام 1515 واستغربوا نجاة هذه البناية من التخريب، وغادي يغلب هذا اللقب على أنفا نفسها اللي بقات على حالها إلى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الله من اللي إعاد لها الحياة واهتم بالميناء ديالها وبالتجارة ديالها خلال القرن 15 الميلادي. الصحفي الفرنسي اللي كان مرافق للجنرال داماد كان حاضر وشاف الجنرال من اللي أمر بقنبلة الدار البيضاء في غشت 1907، وأن هذا التدخل الفرنسي في المدينة كان سبب صيحة صفارة، وذلك في إشارة إلى السكة الحديدية اللي بدأ في استعمال ديالها الفرنسيون منذ ماي 1907 من السنة الحزينة نفسها. وتكلم هذا الصحفي وقال أن الشبح الحديدي يمكن أن يمتد بسخرية في المغرب ويزرع في دواورهم دخانه الشرير. الشبح الحقيقي في هذا القصف كانت هي البارجة البحرية غاليلي من اللي طلقت وابل من القنابل انهارت معها الأسوار وتطيرت الخيول والأبقار في السماء في درب السلطان، كما أخبر الصحفيون المرافقون للحملة العسكرية ردا على مقتل العمال 9 في مرسى الدار البيضاء. هذا الانتقام السريع اللي بغاه الفرنسيون باش يكون عبرة على هذا الشكل الدموي والمأساوي وباش يخلق حالة ديال الرعب والخوف الشديد في المغاربة، حتى أن الملاحظ الإنجليزي هويل وصف في الكتاب ديالو مغامراتي هذا المشهد الحزين. من 30,000 من سكان الدار البيضاء ما بقى إلا حوالي 200 أحياء، الآلاف من اليهود ومن المغاربة مزقوا انصاص وطراف إربا بواسطة قنابل الميلينيت. هكذا سقطت مدينة الدار البيضاء في يد الفرنسيين لتنطلق بعدها مقاومة قبائل الشاوية اللي جات باش تنقض المدينة ديال الدار البيضاء طيلة المدة ديال 6 أشهر قادمة في مواجهة مع الجنرال درود والقوات الاستعمارية الفرنسية. هذه المقاومة ما وقفتش النيران ديالها حتى استنفذت كل أساليبها القتالية نتيجة سياسة الأرض المحروقة اللي نهجوها جنرالات الحرب الفرنسيون، وقد أعقب ولا جا من وراء هذا الشيء الزحف الفرنسي تخطيط مسبق من طرف المقيم العام الفرنسي الماريشال ليوطي من اللي تعين في منصب المقيم العام بعد توقيع معاهدة الحماية سنة 1912 بفاس، فصارع إلى جعل مراقبة الدار البيضاء بشكل كبير. هذا الاختيار اللي وضع مدينة الدار البيضاء تحت المراقبة الفرنسية الشديدة أحبط كل المقاومة
وجعل منها منطقة استقطاب للجالية الأوروبية وكذلك منطقة جذب الاستثمارات وقوة الرأسمال. وهنا غادي تشكل طبقة أرستقراطية لا بأس عليها تتخذ نمط عيش مترف شبيه بمدن أمريكا. أما الهوامش ديال المدينة والضواحي فولات مجال لعيش الفلاحين المغاربة المطرودين من أرضهم وكذلك الفقراء والباحثين عن العمل، وسكن للعمال اللي دفعتهم لاتخاذ قسوة الحياة، ويعني السكن في البرارك كسكن لهم، وصناعة مدينة عملاقة فيها كل شيء غادي وكتكبر. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.